كنت عم بدرس بهولندا بأمستردام، كنت عم بدرس حشيش فود ساينس، كنا عم ندرس فود ساينس. سوري بنسى من الحشيش. لا اوكي، معي باتشلر انفايرمنتال ساينسز، ماستر فود سيفتي، وبعمل ستاند اب، فانا عاطل عن العمل بثلاث مجالات. بعرف كل الشباب عم تطلع تشتغل برا، انا رجعت لفاجئة جوب ماركت. عم بشتغل unpaid internship ماجر. رجعت لهون، كنت هون بالمطار، ما حقول اي مطار لما بين عم بعمله دعاية. كنت بمطار بيروت، كنت بمطار بيروت. على فكرة فينا نتفق انه الولاد ما قالهم عازة على الطيارة؟ فينا نتفق عليها انه الولاد ما قالهم عازة على الطيارة، ما عم بيزيدوا شيء على الفايت اكسبيرينس. انه مثلا الكابتن بعوز حدا حكيم، حدا تأذى، ما حدا بعوز مثلا سوري في حدا يستفرخ ثلاث مرات بسرعة. ما حدا حيعوز حدا. بتكون قاعد بالطيارة، أكل ببلاش، الكول ببلاش، عم يبكي، عشو عم تبكي؟ الكول ببلاش، عشو عم تبكي؟ بعدين بتلاقيه عم يضحك، ايه كله لابسين جاكيتات صفر، عم نوع يا حمار، عم نوع، راشو عم بصير يا نفورة الخرق.